ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل زي ما قلنا لحضراتكم. تعالوا شوفوا مع بعض خط سير الحلقة هيشتغل ازاي. معنا الفاهيتة دي هتاخد وقت كبير في السوى، لان اللحمة هتتبل والخضار هيتقطع جوليان وهتنزل على الجريلا تستوي، وبعد كده تكمل سواها ونلفها في سندوتشات فاهيتة اللي هي معانا دي كده اهو. ده شرح نظري بس للأكلة. ده بيتباع في اي سوبر ماركت. ممكن بديل له العيش الشامي، تجيب العيش الشامي اللي معانا ده كده. بس انا بريح حضراتكم علشان تفاصيل كتيره تقول يا شيف انا عايز اعمل الاكله دي بس انا في المنطقه دي ما فيهاش العيش اللي معاك. لا خالص، هتجيب العيش ده وتقطعها نصين كده، تفتحها نصين وتستخدميها بدل خبز الفاهيتا. بالشكل ده كده زي الشاورما، عيش شامي اهو، بديل ليها وزي الفل. والله العظيم ده هيبقى احسن من ده كمان. بس احنا بنعمل الاكله بتفاصيلها عشان لو حد بيتابعنا في المكسيك اكله امي يعرف ان احنا شغالين صح. ادي الفكره، الخبزه ده موجود، ده التورتيلا. حلو الكلام، ماشيين مع بعض خطوه خطوه. ولكن عايزه تعمليها في البيت في الصعيد في الريف المصري تتعمل بالعيش ده اللي هي الفاهيتا المكسيكي. هنخلي ده على جنب ونشتغل مع بعض. المقادير على الشاشه، فاهيتا لحم متقطع شرايح. حلو الكلام. ومعانا كمان بصل وفلفل الوان وسكينه حاميه وبصل وتوم عينيا. حلو الكلام. وتعالوا شويه نستعرض تقطيع الايه الخضار مع بعض كده في بوله حلوه، علشان ده سر في الموضوع، لازم يتبل قبل ما نحطه طبعا مع اللحم. اللهم صل على النبي. البصل والفلفل والحاجات اللي احنا بنقطعها مع الفاهيتا ديت، احنا اللي اخواننا في المكسيك مش بيساووا الخضار والسين تسويه كامله، بتلاقوا كده بس يتبلوا مع اللحمه ومجرد ما هو يشم البخار بيطلع من النار على طول. حلو الكلام. عشان كده بتلاقوا لون الخضار في قلب الفاهيتا لون حي كده وصاحي. نفس الموضوع ده احنا هنتبعه دلوقتي. ده الفلفل الالوان، وفلفل الوان يعني مطبخ مكسيكي على طول. طبعا ما تبصوش الفلفل، بيحطوا لي الشيف معاه فلفل من غير بذر، لا ده من ضمن المزمبلاصه والتحضير اللي بتحضر لي ان الحاجه تبقى نظيفه معايا وزي الفل. ناخد الخضار ده زي ما هو كده، بتقطع بالشكل ده كده اهو. اللهم صل على النبي. ولازم يتقطع بطريقه معينه علشان ما ياخدش وقت كبير في السوى. حلو، خلصنا من الفلفله، نخش على البصل. في فلفل اخضر برضه هنقطعه بنفس الطريقه زي الفل. هذا البصل احمر ابيض مش مشكله بالشكل ده كده. الاكله دي ميزتها ان بتحتوي على كثير من الخضار. فلفل الوان يعني فيتامين سي، بصل يعني مضادات اكسده ويحرق الكوليسترول والدهون اللي موجوده في الجسم. التوم طبعا اساسي في الاكله بتاعتي، مش محتاجين ان احنا نتكلم عنه، بيخش في كل الحاجات الصحيه طبعا، احنا كلنا عارفين التوم. فاصبح ان الاكله دي طبعا مفيده ويا ريت ان احنا نعملها. معايا كمان بصل اخضر، ببص بعينيا كده لقيته حلو ده. يخش على الفاهيتا طبعا، ما اقولكيش ده بقى، بصل الاخضر ده بقى اللي هيديها ايه؟ طعم تاني خالص. وده مش موجود في اي بقعه في الارض غير عندنا بالطعم بتاعه للامانه يعني. ده التتبيله بتاعت البصله. هي دي الاساس، والفلفل الاسود. وخلص الكلام. هنشيل دول كده. وتعالوا نحط الخضار ده على جريلا سخنه. شويه زيت زيتون. بس خلاص اهو، والخضار ده جاهز بالشكل ده كده اهو. ده خضار الفاهيتا. فرصه هنا بقى ونقول محطه الابداع هنا، معاك خضار بالشكل ده كده، ممكن تعملي صينيه سمك لطيفه حلوه بنفس الخضره دي كده، وتحطيها تحت سمك بولتا وسمك بوري وتدخليها الفرن. تاخد الخلطه دي تحشيها جوه السمك وتدخليها الفرن. تاخد الخلطه دي تحشيها جوه فراخ وعايزه تشوي فراخ بنفس الطريقه في الفرن وهكذا. طالما الخضره دي عندك زي الفل. الجريلا موجوده عندنا، هنطلعها من الفرن بسرعه. درجه حرارتها عاليه، خلي بالك. تخلي بالك اهو بالشكل كده. اللهم صل على النبي. وتنزل هنا الجريلا قدام حضراتكم. عندك طاسه مش لازم الجريلا الصعبه ديت، وننزل بالخضره دي كده. زي الفل. دي الفاهيتا. اخبار اللحمه يا عم الشيف، هتستوي ازاي؟ هو ده الكلام. معانا زيت شديد الحراره،
انا عايز بقى اكسب وقت، اعمل ايه؟ الخضار نخليه كده على النار. بالخطوه دي انا شغال بقى زي الفل. معانا اللحمه بتاعتنا متقطعه جاهزه. باخد اللحمه دي يا عم الشيف زي ما هي كده في بوله زي دي كده، وتعالوا نشوف هنتبلها ازاي ونتبع خطوات اخواننا في الصين لما بيجوا يعملوا للتشاينيز. اللحم بياخد نشا وبعد كده ياخد التتبيله وينزل في الزيت يتحمر، ونقدر ان احنا بقى نحط له الصويا صوص وتبقى الاكله صيني. اللهم صل على النبي. مطبخك لازم تقفي فيه رايقه وفايقه وتقدري انت عارفه بتعملي ايه. ادي اللحم اهوت، لحم الشاورما بتخلي الجزار يقطعها لك او انت بتقطعيها مفيش مشكله. تجيبي حته لحمه ملبسه بالشكل ده كده اهي زي الفل، وحط عليها سنة خل صغيره، شويه توم صغيرين، ركزي في الحته اللي جايه دي بقى، شويه نشا صغيرين من غير توابل خالص لان التوابل عندي على البصله، وانزل بوب زي ما هم كده اهو في قلب الزيت شديد الحراره. واستوت الفاهيته معاكي بطريقه سريعه وبسيطه وسهله. يلا مع بعض، يلا صلي على الحبيب قلبك يطيب. في قلب الزيت بالشكل ده كده وزيت هادي، ما يكونش زيت شديد بالطريقه ديت زي ما انا شغال كده. يوم معاها الزيت كده علشان ما كمان ما تستويش بسرعه وتتحمر معاك بسرعه. انا عايز اللحمه تستوي تنزل على الخضار بتاعي، ادخلها الفرن، اطلعها الفها في سندوتشات، اقدمها زي ما هي مع بطاطس مقليه، اقدمها مع جبنه حسب الرغبه. ونسيب دول يتحمروا كده زي كانك بتحمري بطاطس، بس وجود النشا مع اللحمه بيخليك اللحمه دي كريسبي ولطيفه وحلوه وكمان ما تشربش زيت. كده الفاهيته في مراحلها خلاص قربنا نطلع بيها. اخبار اللحمه ايه؟ هو ده. فتبص على اللحمه كده يا شفيق حبيب والديك، اهي اهي اهي. ايه رايك؟ لحمه عصافيري اهي 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 اهي. اخدتك من عشيش برك على اللبن على طول على الفاهيته. تنزل اللحمه على وش الفاهيته زي الفل. ونقلبها كده. ايه الجمال ده يا شيف؟ ايه الحلاوه دي؟ انا بحط اللحمه على الجريله تنزل لي ميه وتنزل الصوص، لا خلص الفاهيته اهي. اهم حاجه تتبيله البصله. نفتح الفرن ندخل الفاهيته تكمل سواها عشان نكسب وقت. عينيه حاضر. الفاهيته في قلب الفرن، خطوات سير العمل، فاهيته في قلب الفرن هي بتستوي. تعالوا مع بعض نشوف الفرن ده اخباره ايه. جاهز يا فندم. حاضر هدية. الله يطول. ايه يا استاذ رحاب النهارده؟ تاني السؤال ايه؟ بوري سنجاري. حاضر عينيا، احلى بوري سنجاري. طب نبص على الفايته كده ونصلي على الحبيب. نبص على الفايته اللي استوت الحلوه ديت ايت. عينيا عينيا. نشيل ده من هنا بقى. ابا بس الاخضر ده عايز فول، شيله من هنا خالص. حلو، ورينا كده الفاهيته دي ايه يا شيف مغاز. دي اللحمه استوت والفلفل استوى والخضار استوى. لما بقول المطبخ رؤيه فن ابداع مش من فوق اهي 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 دايبه دوب الفلفله مع اللحمه. لفها بقى سندوتشات ماشي، نخليها زي ما هي كده زي ما انت حابه. الله اللهم صل على النبي. اهم حاجه اهم حاجه تتبيله الفلفل يا شفيق واللحمه. اللهم صل على النبي. البعض بياكلها مع جبنه موزاريلا والبعض بيحب ياكلها مع جبنه شيدر. اخواننا في المكسيك بياكلوها مع الشيدر. انا صراحه عايز على الفطار كده من غير جبنه عشان تقفلني الجبنه. على فكره الجبنه دي ممكن ناكلها مع سمبوسه مفيش مشكله. نخلص قصه الفاهيته. عايز اعمل حاجه بس ضروري يعني. سندوتشات فاهيته لان الاطفال بيحبوا السندوتشات على الفطار. حلو. معانا صوص طماطم ومعانا خبز الفاهيته
اللي شفناه من شويه، ومعانا نلف كده كام سندوتش مع بعض بعد اذنكم. ده مهمه جدا على فكره. يا ويلي يا ويلي، طبق زي ده كده ما هي القطايف طالما دخلت على الحادق، عشان نبقوا فاهمين بس، زي عجينه الشيش برك دلوقتي، العجينه بتاعت الشيش برك، لفيت اللحمه جواها وسقطتها في لبن. انت عملت قطايف باللحمه المفرومه يا ست الكل، مفيش مشكله. عندك كاتشب، عندك صوص طماطم بتاع البيتزا، الصلصه بتاعت البيتزا، التوبنج بتاع البيتزا، ينفع برضو مع القطايف اللي باللحمه، تبقى زي الفل جميله. اه شفت انا بعمل ايه؟ اه دي الفاهيتة اللي حابب ياكلها كده. سندوتشات فاهيتة، ممكن تحط جواها جبنه حسب الرغبه. السندوتش ده عايزه مصطفى اهو. على فكره اخواننا في المكسيك بيحطوا هنا لبنه مع الحشوه دي او قشطه زي ما احنا حابين كده. الفاهيتة اهيت، دخلها الفرن قبل الفطار بدقيقتين، تبقى لطيفه وحلوه كمان. تقدميها على السفره بتاعتك، ممكن تحط جبنه شيدر، تحط جبنه موزاريلا، جبنه اللي انت حباه، مفيش اي مشكله اهو. ده نوع من انواع الفاهيتة برضو. Thank you.